سلام الله عليكم أحبائنا في قناة المشاهد. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من ستجد أن على هذه الأرض ما يستحق الحياة. كل ما عليك سوى أن تبتسم، أو على الأقل هذا ما قال له شارلي شابلن ذات مرة، ولربما كان محقا بوجه ما. أن تظهر بمظهر السعيد وتبتسم رغم معاناتك في داخلك هي من أعراض الاكتئاب، فهذا هو الاكتئاب المبتسم، إنه مثل ارتداء قناع. لكن ما يدعو للقلق هو أن تكون الابتسامة، أو بالأحرى أن تتصنع الابتسامة، نوعا من الفرح والسعادة وليس قناعا يخفي وراءه شيئا خطيرا. حقا تتحدث الطبيبة النفسية ريتا لابيون عن ما أسمته بالاكتئاب المبتسم، وهي ظاهرة الأشخاص الذين يلجؤون إلى تصنع السعادة أمام الآخرين لإخفاء حزنهم. إذا طلبت منك الآن أن تغمض عينيك وتحاول أن تستذكر كم إنسانا ممن تعرفهم يمكن أن تصفه مما يظهر لك من مظهره وسلوكه بأنه إنسان سعيد، ربما ستتذكر عددا لا بأس به، لكن هل تعرف كم واحد منهم يبدو في ظاهره السعادة لكن في أعماقه غارق في مستنقع الاكتئاب؟ تتوارد إلى عقولنا عندما نسمع أن فلانا أصابه الاكتئاب صورة لإنسان يرتمي طوال اليوم على سريره ولا يقوى على فعل أي شيء. ولكن من المفاجئ ربما أن ما نسبته 10% تقريبا من الأمريكيين مصابون بالاكتئاب وفقا للمعهد الوطني للصحة النفسية، أي أن عدد المصابين بالاكتئاب يفوق بعشرة أضعاف عدد المصابين بالاضطراب ثنائي القطب، وتبلغ نسبتهم 1%، والمصابين بانفصام الشخصية وتبلغ نسبتهم 1%. من المفهوم أن الاكتئاب وأعراضه تختلف من شخص لآخر، لكن البعض قد لا يعرف أصلا أنه مكتئب، خاصة لو كان قادرا على إدارة شؤون حياته اليومية. وربما من الصعب أن تتخيل أن ذاك الإنسان الذي تعلم حياه الابتسامة وقلما لا تراه يضحك وتعرف بأن حياته تسير على أحسن ما يرام هو مصاب بالاكتئاب في نفس الوقت. لاحظت خلال عملي كطبيبة نفسية أن معظم من تظهر الدهشة على وجوهه عندما يعرفون أنهم مصابون بأحد صور الاكتئاب يعانون مما يعرف بالاكتئاب المبتسم. ومن غير المستغرب أنك لم تسمع بهذا المصطلح من قبل، فهو غير مألوف لمعظم الناس. يمكن تعريف الاكتئاب المبتسم بأنه الظهور بمظهر السعيد أمام الآخرين، أن تبتسم حرفيا مع معاناتك في داخلك مع أعراض الاكتئاب. وفي العادة لا يدرك الإنسان أنه مصاب بالاكتئاب المبتسم، فمن يعاني منه يهمل في العادة مشاعره الشخصية ويحاول رميها جانبا، فقد لا يدرك حتى أنه مكتئب، أو أنه لا يريد الإقرار بوجود هذه الأعراض خشية أن يقال عنه أنه ضعيف. العلامة الأهم للاكتئاب التي يبتسم هو الحزن، فالتبسم وكل هذه التمثيلية الخارجية هي في الواقع ميكانيكية دفاعية، محاولة لإخفاء المرء مشاعره الحقيقية. فربما يعتري المرء شيئا من الحزن بسبب فشل علاقة انتهت نهاية عسيرة، أو ربما يواجه بعض المشاكل في عمله، أو أنه يشعر بأنه لم يجد غاية لحياته، أو ببساطة أكثر قد يتجلى هذا الحزن في شعور دائم بوجود خطب ما. أحد الأعراض الشائعة للاكتئاب الذي يبتسم هو الشعور بالقلق أو الخوف أو الغضب أو الإعياء
أو الإنزعاج أو الافتقار إلى الأمل أو اليأس. في العادة لا يدرك الناس أنهم مصابون بهذا الاكتئاب المبتسم، وقد يعاني المصابون بهذا النوع من الاكتئاب أو غيره من صور الاكتئاب بمشاكل أخرى مثل اضطراب النوم أو عدم قدرتهم على الاستمتاع بفعل أمور يحبون فعلها أو فقدان الدافع الجنسي. تختلف تجربة كل إنسان، فمن من الممكن أن يعاني المرء من أي عرض من هذه الأعراض، ويمكن التفكير بالاكتئاب المبتسم بطريقة أخرى، فيمكن القول مثلا إنه مثل ارتداء قناع، فربما لا يظهر على من يعاني من الاكتئاب المبتسم أي علامات أو مشاكل، فهو يدير أمور عمله وبيته على أكمل وجه، ويحب الرياضة ويملك حياة اجتماعية مقبولة، ولكنه يرتدي هذا القناع الذي يجعل كل شيء يبدو ممتازا بل ربما مثاليا في بعض الأوقات، إلا أن هذا القناع يخفي ما ينثابه من حزن ونوبات خوف وغياب احترام الذات وأرق وفي بعض الأحيان ميولا للانتحار. ولهذا السبب تحديدا يأتي التفكير في الانتحار، فقد يكون الاكتئاب المبتسم مشكلة أخطر على من يعانون منه، فليس من المستغرب أن يفكر المصاب باكتئاب كلاسيكي حاد بالانتحار، ولكن هؤلاء في العادة يفتقرون للطاقة اللازمة للعمل بهذه الأفكار والأحاسيس. وفي المقابل يتمتع المصاب بالاكتئاب المبتسم بالقدرة والطاقة على التخطيط وتنفيذ ما خطط له، ولذلك فإن الاكتئاب المبتسم قد يكون أخطر من أنواع الاكتئاب الكلاسيكية أو الاكتئاب الحاد. إذا كنت أنت أو كنت تعرف شخصا مصابا بهذا النوع من الاكتئاب، فما يدعو للتفاؤل توافر الطرق المعينة على علاج ذلك. فهذا النوع من الأعراض والأمراض هو من أسهل أنواع الاضطرابات النفسية التي يمكن علاجها، سواء من خلال الاستشارات النفسية أو العلاج النفسي، فتتجاوز هذه الحالة الذهنية، والتحرر من الحزن ليس أمرا مستحيلا. إذا كنت تخشى أن شريك حياتك أو أحد أصدقائك المقربين قد ابتلي بهذا النوع من الاكتئاب، فعلى الأرجح سينكر ذلك، بل ربما قد تظهر عليه ردة فعل سلبية إذا ما واجهته بذلك. هذا أمر طبيعي، فمعظم الناس لا يدركون ما هو الاكتئاب المبتسم، وقد يشعرون أن كلمة اكتئاب هي مبالغة. عليك أن تتذكر دوما أنهم يرون طلب المساعدة علامة ضعف أو أمرا لا يلجأ إليه سوى من يعانون من اضطرابات حادة. وبعد هذه الاستشارات أو بعد العلاج النفسي، فإن الحديث مع الناس من حولك هو خطوة أولى إيجابية، فاختيار قريب أو صديق أو غير ذلك من المقربين والحديث معه بانتظام عن أحاسيسنا ومخاوفنا يساهم في تلطيف هذه الأعراض. ومن المهم ألا تخاف أنك أصبحت عبئا على غيرك، فنحن ننسى أحيانا أن من حولنا يسعدون بمساندتنا بذات الطريقة التي نحب أن نساعدهم بها. الانفتاح ومشاركتك الأحاسيس مع الغير هو عنصر رئيسي في التعامل مع الأفكار الاكتئاب. لدى المصاب بالاكتئاب المبتسم قدرة على التخطيط وتنفيذ ما خطط له، لذا الاكتئاب المبتسم قد يكون أخطر من الاكتئاب الكلاسيكي والحاد. وإذا بقيت على حالك تتجاهل أو تتحاشى ما يجعلك تشعر بالفراغ الداخلي، فسيكون حل المشكلة أمرا أقرب إلى المستحيل. فإذا لم تواجه أفكارك وأحاسيسك فسوف تنمو وتتفاقم بداخلك. أهم ما يمكنك فعله هو مد يدك للآخر.
تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديروا جيم.